القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والظباء. 92 موضع بيع الخمر بحلب. قال ابن شداد: ما بظاهر حلب من المزارات بظاهر باب الجنان ملاصق له. مشهد قديم يعرف بمشهد علي عليه السلام في سنة 522 للهجرة. ظهر مشهد علي عليه السلام وكان في مكان يباع فيه الخمر. 93 موضع الحانة بحلب. قال ابن شداد: ما بظاهر حلب من المزارات مشهد يعرف بمشهد علي عليه السلام، وهو بشاطئ نهر قويق الغربي، وكان موضعه حانة. 94 كوثة عند بغداد. 95 العلف بين بغداد وسامراء. قال ابن شهر آشوب في المناقب: فصل في المشاهد. هذا أمير المؤمنين عليه السلام، أكبر مشاهده اليوم مشهد العلف بين بغداد وسامراء، ومشهد كوثة عند بغداد. وقد ذكر ابن شهر آشوب أيضا مسجد الذئب، مشهد الشمس، مسجد الجمجمة، مشهد السمكة، مشهد النار والفرج والمنطقة في المدائن، مسجد الصوت، مشهد الكف بالكوفة وفي تكريت وفي الموصل وفي راقة، مشهد الشعر، مسجد المجداف وعرقل والنور في راقة، مشهد البوق، مشهد الصخرة. المهندس الصرخي الحسني.